تري كو لا موسكي تبنات في لا بيريود دي تورك. نشوفوا حنا جينيرالمون نعرفوا باللي ولا نعقلوا باللي انه لو ميناري تاع لي موسكي تورك سي دي ميناري اوكتوغونال، ولكن قلنا باللي كان كاين مسجد قبله، دونك لي تورك كي بنوا هذا المسجد عطاو له يعني بون نقدروا نقولوا ان اوماج لا موسكي لونسيان موسكي اللي كانت فوالا. سي بور سا جايا اون فورم دو كاري يعني الطراز المغاربي. شاك فوا كي نقولوا الطراز المغاربي ماشي يعني المغرب معناتها المغرب العربي. دونك هذه راح يفكرنا في الجامع الجديد اللي راه في ساحه الشهداء في الجزائر. وهذه المناره هذه كانت مبنيه قبل المسجد، صادير هي ما عندهاش معمار تركي، هو محمد بن كبير كي بنى المسجد المناره كانت ديجا ما قبل المسجد مبنيه، وهي موريسكيه وهي ما من فسيفساء اللي فيها هذه من كما نقولوا المعمار المغربي. هذا اركيتكتور موريسك، صادير هذه قديمه على المسجد. عليها الناس تغلط يشوفك يقول لك الباي معناتها طراز عثماني، وهي في الحقيقه كانت تكزيستي وكان واحد من البايات مصطفى المصراتي هو اصلا ماشي تركي جزائري. كانت الناس بزاف تغلط، هو الدار تاعنا في مدينه مصغانم، هو محمد مصطفى المصراتي واحد من المحررين مدينه وهران التحرير الاول مدينه وهران. ثاني المارينيين من اصلهم، اما الحسن الماريني كي جا بنا هنا هو جا من مدينه فاس، جنب مدينة فاس ابنا هنا ابنا المسجد الاول اللي كان هنا مسجد بنو البيطار اللي راه دروك ليغليز سان لوي اللي راهي كومبليتوم ابوندوني. هذه هو كي جا من مدينة فاس وكان هنا في قصر الباي، بنا قصر الباي بنا المساجد بنا بزاف بزاف صوالح بناهم هنايا، هما اصلا جزائريين الاصل من اصول جزائريه، وهما توسعوا حتى المغرب العربي وكي راحوا للواتسوف مسقط الراس تاعهم من واتسوف، ولحد الان يومنا هذا كاين المارينيين راهم في الحدود تاع واتسوف، وهذوك الجوايه كاع كاين قبائل مارينيه لحد الان. يومنا جميع الصراع اللي كان بين المارينيين والزيانين الصراع في الغرب الجزائري. بارك الله فيك. دونك كي تشوفوا اي معلم مبني في وقت العثمانيين ويعني الاشكال الهندسيه نلقاوهم يعني طراز مغاربي، هنايا راح لازم نبحثوا على تاريخ باللي ماشي اوبليجي يكون يعني تبنى المسجد في وقت الباي ولا في وقت الداي، ولكن كي نبداو نبحثوا مليح نلقاو بلي انه المسجد كان يكزيستي افو لاغيفي دي زوتومون. دونك كيما نعرفوا لي زوتومون كي جاو بيان سور زادوا وسعوا، ماشي هما اللي اسوا الساس ولا الحجر الاول في الجزائر عامه.